مرحبا بطلابي صف الثاني متوسط. درسنا الكلاسيفيكيشن بالدرس السابق. اليوم راح ندرس الفيروسز اللي هي قبل ما ندخل بتفاصيل الفايف كينجدم الخمس ممالك. ندرس الفيروس وتعريفه مهم. تايني ستراند اوف نيوكليك اسيد هو شريط، هو عبارة عن شريط، وهذا الشريط الستراند يعني الشريط هو شريط احماض نووية، هو شريط من احماض نووية. ننتبه، هاي الاحماض النووية يا اما الفيروس عنده دي ان اي يا اما الفيروس عنده ار ان اي. لازم ينتبه الطالب، كل فيروس يا اما دي ان اي في داخله يعني هذا الشريط، يا اما هو الستريند الحامض النووي، هذا حامض نووي دي ان اي دي اكسي رايبو نيوكليك اسيد هنا او الرايبو نيوكليك اسيد. هذا الشريط في داخل الفيروس يا اما هو ار ان اي يا اما هو دي ان اي، هاي لازم نخليها ببالنا. اذا هو strand of nucleic acid that are not assigned to any of the five kingdom، وهو غير مرتبط في اي مملكه من الممالك الخمسه، لا هو بكتيريا ولا هو. لازم انتبه انه عنده كاركترز، عنده مميزات الفيروس، لازم انتبه على مميزات الفيروس. خلينا نجي على الفيروس. اوكي، اول شيء الفيروسز ار نوت ترو ليفينج اورجانيزمز، اذا لازم انتبه وينتبه وياي الطالب. نوت ترو، نوت ترو، لازم ينتبه انه نوت ترو ليفينج اورجانيزم. اذا اول شيء الطالب لازم يعرفه انه هي الفيروسات not true living organisms، غير حية، هي crystals يعني crystallize اتمين يعني بلورية. يعني شون بالضبط الملح والشكر بلورات، هو نفس الشيء. اول شيء اذا not not true living organism، اذا هذه رقم واحد. اثنين، الفيروسز are non-cellular structure، الفيروسز are non-cellular structure، اذا مثل ما قلنا انه الفيروسات نان سيلولار ستراكشر، اذا هذا التركيب اللي قدامك هو مو تركيب خليه، ليس تركيب خليه. ست ليش مو خليه؟ لانه بالنقطه الاولى دي يقول نوت ترو ليفينج اورجانيزمز، هي ليست كائن حي، اذا اكيد مو خليه، هذه انتهينا منها. اذا لا يوجد لديها تركيب خلوي، يعني ما عندها عضيات، ما عندها اورجانلز، ما عندها ميتوكوندريا، ما عندها كولجي بودي، ما عندها كل شيء، ما عندها، تمام، ماكو اي شيء، فارغه. وهذا الغلاف هذا بروتين كوت وليس بلازما ممبرين مثل ما درسته بصف اول. So viruses are classified initially on the basis of the host they infected such as animal virus, plant or bacterial. يعني لا تصنف على انها كائن حي، لكن يمكن تصنيفها كفيروسات للحيوانات وفيروسات نباتية وفيروسات بكتيريا. ليش؟ حسب الهوست،
يعني حسب المضيف اللي يدخل به الفيروس. إذا دخل للإنسان فهو تابع مثلا لفيروس تابع للإنسان، إذا دخل للحيوان فهو فيروس animal virus، دخل إلى النبات فهو اختصاص نبات، دخل إلى البكتيريا فهو اختصاص bacterial virus. منطيكم مثال give me example على البكتيريا bacterial virus اسمه bacteriophage. هذه ينتبه لها الطالب، إذا قال give me example bacterial virus فهو bacteriophage، فهو bacteriophage. أوكي، إذا قال انطيني مثال على نوع من أنواع الفيروسات بالنسبة إلى البكتيريا، فهو منطيكم رسم ونوع الفيروس اللي هو فيروس بكتيري واسمه bacteriophage، هذا اسمه. زين، انطيني وصف، give me description للفيروس، انطيني description للفيروس، انا اريد افتهم هذا الفيروس، اوصف لي. اوكي، الفيروس اول شيء هو عبارة عن جينوم، هذا جين، هذا جينوم، تمام، يعني تركيب جينوم، يعني تركيب جيني. اوكي، يا اما يقول لي هذا التركيب الجيني اللي موجود هنا، يعني حامض نووي، يعني نيوكليك اسيد، يعني جين، هذا يا اما دي ان اي اور ار ان اي، يا اما دي ان اي اور ان، ما يصير بوث، يعني مو مثل الانسان او الكائنات الحيه الاخرى اللي تحوي على اثنين دي ان اي وار ان اي، لكن هو فقط يا اما هذا يا اما هذا، يا اما دي ان اي يا اما ار ان اي. اوكي، some viruses large number of animal virus، كثير من الفيروسات تابعة إلما للانيمال فيروس، تحوي هذا الجين مغطى بغلاف كوت، membranous envelope coating containing protein lipid و traces of metal، يعني هذا الغلاف الكوت هو بروتين زائدا ليبيد وايضا ويا traces of metal والقليل من المعادن. هذا شنو الغلاف؟ تجيني فراغات، فراغ وفراغ وفراغ، اذا هو عبارة عن بروتين وليبيد وتريسس اوف ميتال. ماذا يعني كلمة فيروس؟ يعني شنو كلمة فيروس؟ وننتبه طبعا هذا الغلاف من يرسم، يرسم 6 ضلع لانه كريستال مثل ما تشوفون، ما يصير يرسم 5، هذا 1 2 3 4 5 6، 6 اضلع مثل الكريستالة، ويحوي على ذنب اللي هو الذيل، هذا غلاف وهذا الذنب وهذه ألياف الذنب، وهذه تدرسوها بعدين انه هذه هي يجي يلزم خلية الكائن الحي، قد يكون بلانت، قد يكون انيمال، او قد يكون بكتيريا. اوكي، فهذا رأسا يجي عليها ويدخل الفيروس، وهو طبعا صغير جدا 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 جدا، لا يمكن حتى رؤيته بالمجهر الاعتيادي الضوئي، ما نقدر نشوفه، لكن فقط بالمجهر الالكتروني، لكن فقط بالمجهر الالكتروني. اوكي، زين، ماذا نعني بالفيروس؟ نعني poison يعني سم، الفيروس باللاتيني يعني سم، اللاتين باللاتيني يعني سم، and they cause different disease، and they cause different disease in organism، cause different disease in organism، different disease in organism. okay، الايدز acquired immunodeficiency syndrome، اذا اول مرض من الامراض هو الايدز، الايدز
AIDS معناها Acquired Immunodeficiency Syndrome، نقص المناعة المكتسبة. أوكي زين، هذا مهم. خلينا نشوف شنو اللي بي. أول شيء The Immunity Deficiency، إذا أول شيء راح نشوفه على المريض إنه المناعة شبيهة قلت ووصلت إلى الصفر. إذا الإميونيتي ديفيسينشي اتمين قلت، إميونيتي يعني مناعة. إن فاينل ستيج، إذا في آخر ستيج من أعراض المريض، من أعراض المريض آخر فاينل ستيج، آخر فاينل هي شنو؟ إنه الاميونيتي ديفيسينشي، انه الاميونيتي ديفيسينشي اوكي اوف انفكشن وذ فيروس كوز ديزيز. اذا الشخص المصاب ب بهذا الفيروس اخر شيء الفاينل ستيج مالته انه ايش راح يكون؟ فراغ، اميونيتي ديفيسينشي. اوكي هذا اول شيء مهم. اثنين، incubation period إيش قد؟ 10 years. إذا لازم أعرف كل زين إنه فترة الحضانة، كل مرض راح تدرسوه إنه لديه حضانة، فترة حضانة. فترة حضانة المرض يعني شنو فترة حضانة؟ إنه الفيروس يبقى في جسم الإنسان وتسمى وما يبين عليه مرض. يعني هذا الشخص اللي بي ايدز فترة الحضانة مال المرض مال الفيروس 10 سنين. يعني تخيل انت هذا الشخص مصاب بالفيروس ومصاب بالايدز 10 سنين وهو ما حس على المرض، كل شيء ما بي 10 سنين فراغ. هاي تجي The infection person may look healthy for many years. إذا يبقى الشخص المصاب عدة سنوات هو شنو؟ healthy، بصحة جيدة. During incubation period، خلال هاي العشر سنين، patient has ability to transfer the infection to other people. زين ست، يعني هذا المريض ما يمرض؟ طبعا يمرض، يمرض اللي داير ما دايره بطرق مختلفة تدرسوها بعدين. فبالثالث، فهنا الشخص هذا ديمرض الدائر مدايرة وهو مو يمه، إلى القابلية إنه يمرض الكل وهو عنده الشغلة عادية. This disease start by action of virus، يبلش المرض بدخول الفيروس. هذا الشخص عنده 10 سنين يلا يبين عليه المرض. فلهذا نشوف انه this disease start by action of virus، الفيروس راح يشتغل على جسم المريض. اول ما يشتغل، طبعا هو الفيروس من يدخل عارف كل الزين ايش راح يسوي. اذا اول شيء راح يسوي، هو attack. هذه تحفظ بالتسلسل، اول شيء attack، اول شيء راح يهاجم. إذا أول شيء attack، هجوم، and تحطيم destroy. إذا أول شيء attack وبعد ذلك أول شيء هاجم وبعدين يحطم، attack and destroy. زين ست، المن يهاجم والمن يحطم؟ ما هو جسم الشخص قدامه، قدام الفيروس، والفيروس جاي وعارف المن راح يهاجم وعارف المن راح يحطم. زين، إذا المن؟ البادي سيل، خلايا الجسم، راح يحطم خلايا الجسم. من هي يا خلايا؟ خلايا جسم الانسان ملايين انواع الخلايا. زين، هو ايش راح يحطم وايش راح يدمر؟ الخلايا اللي هي responsible for defense against the disease. اذا هو راح يهاجم الخلايا اللي تدافع عن جسم الانسان، وهي كريات الدم البيض، الوايت بلاد سيل. وايت يعني بيضة، بلاد يعني الدم، خلايا الدم البيضاء. إذا هو الفيروس راح يجي يحطم هاي.
ليش؟ لأن هي هاي الأساس في أنه تحميني من أي مرض، هي هاي الأساس اللي تعطيني المناعة، هي هاي الأساس اللي أي هجوم غريب لجسم غريب هي تدافع عني. فهو يعرف، هو يريد يمرضني بحيث أنه ما عندي أي مناعة بعد وما عندي أي دفاع، يعني كل أسلحتي ياخذها. فلهذا يبلش أتاك يهاجم هاي الخلايا ويسوي لها تحطيم على مدار 10 سنين. نهاية المطاف راح الشخص this effect، هاي الأشياء اللي سواها الفيروس راح تساعدني lead تؤدي to the weakening، يعني ضعف of the natural immune system، ضعف في جهازي المناعي الطبيعي مالتي. اوكي انتهى جهاز المناعي الطبيعي مالتي، انتهى. سوين فلو، السوين فلو عفوا هي انفلونزا الخنازير، من اسمها انفلونزا الخنازير، هي اذا الاساس مالتها هي جايه منين؟ من الخنازير. لكن هل هي فقط يعني تجي من الخنازير؟ لا، من البط، من الدجاج، ايضا السوين فلو ايضا تجي. Influenza occur when a new strain of the influenza virus transport to a human. اذا هذا احنا نعرفه انه عندنا فلاونزا مالتنا العاديه، لكن هسه حتى كورونا جتينا الفلاونزا، لكن فلاونزا الخنازير هي نوع اخر من انواع الفلاونزا، نوع اخر من النيو سترين اجى وضرب الانسان والنقل الى الانسان، طبعا عن طريق سبيشيز، نيو سبيشيز خاصه اللي هي قد تكون البيجز يعني الخنازير، وقد تكون التشيكنز الدجاج، وقد يكون الدوكس البط. وطبعا هذه انفكت فيري لارج نمبر اوف بيبل، وهذا الفيروس يصيب الكثير من الناس، وكان بي ترانسميت فروم وايلد، يعني وايلد بيردز، يعني حتى يمكن الفيروس هذا مو بس فقط للخنازير وانما ايضا للوايلد بيردز، الطيور المهاجره او البريه، تو انذر سبيشيز كوزينج اوتبريك، تفشي، وبالتالي هذا الطير البري يجي على الدومستيك البولتري يعني الدواجن مال الانسان، ويعديها ويطير، ياكل من اكلها ويعديها ويطير. اوكي جيف رايس تو هيومن، جيف رايس تو هيومن انفلونزا بانديميكس، وتنطي بعد ذلك هذه انتشار كثير المان انتشار كثير لهذا الفيروس بين الناس، وبالتالي انتشار كثير للناس، وبالتالي هذا يزيد من انتشار المرض بشكل كبير. Third commercial shipment of life، commercial shipment السفن التجارية، هذه هم مصيبة كبيرة، لأنه هاي السفن اللي قاعد تجي من دول كثيرة، هذه السفن اللي قاعد تجي من دول كثيرة شايلة ومحملة، محملة شنو؟ live birds، محملة live birds يعني طيور حية، وهذه الطيور الحية قد تنقل المرض، قد تنقل المرض، وأيضا ليست فقط الطيور الحية، وأيضا منتجات الطيور، أيضا منتجات الطيور، أيضا الطيور المذبوحة أيضا احتمال يكون بها فيروس. هناك أيضا الكثير من الطرق اللي يجي عن طريقها هذا الفيروس، قد يكون عن طريق البيردز مايجريشن، عن طريق الطيور المهاجره،
او عن طريق الـ commercial shipment of live birds products، ايضا عن طريق الانسان as well as human travel patterns، يعني عن طريق الناس اللي تسافر الى دول تربي الخنازير او تربي او تاكل يعني هاي الاكل مال الخنازير. وبالتالي ايش راح يصير؟ بالتالي ايش راح يصير؟ انه تنقل المرض وتجي مثلا الى دولتها مرة ثانية، وبالتالي شنو؟ ايش راح يصير؟ فلاونزا الخنازير، وتنقل من شخص الى اخر، بالضبط شلون الكورونا او الفلاونزا العادية. اجي على البيردز فلو، سامعين بالانفلونزا الطيور، ايضا هاي نوع من انواع النيو سترين، يعني دي ان اي او ار ان اي، شريط جينيتك ماتيريال، وبالتالي ينقل الى الانسان. سو بيردز فلو اور اني فلو لايك هيومن فلو، هورس فلو، اني فلو ذات ريفيرز to illness cause، اي انه الشخص سوف يصاب بهذا النوع من الفيروس by any of many different strains of influenza virus that have doubled to specific virus. طبعا وهذه من يدخل عن طريق نوع معين من الفيروسات. نجي على الهيباتيتس، وهذا مهم جدا، اللي هو التهاب الكبد الفيروسي. سامعين بي اكيد. التهاب الكبد الفيروسي تعريفه مهم، هو medical condition defined by inflammation of the liver. اذا هو عبارة عن التهاب inflammation بالكبد، التهاب بالكبد، لكن اللي دي يسببه منه هو فيروس. وطبعا الفيروس الهيباتيتس انواع مختلفة من الفيروس، وأنواع مختلفة من الـ A والـ B والـ C، ومنها الخطر ومنها النص ونص، وأيضا معدي، فلازم ننتبه له. وإلى طرق مختلفة للانتقال، فقد يكون من غذاء، وقد يكون من يعني من عن طريق انتقال من شخص إلى آخر. والهيباتيتس قد ينقل عن طريق طرق أخرى مثل التوكسيك سبستانس، يعني مثلا مواد سامة، وهذه المواد السامة قد تكون نوتابلي الكحول، قد يكون عن طريق الكحول أو عن طريق سيرتن ميديكيشن، عن طريق دواء خاص، عن طريق علاج خاص، والنقل هذا الفيروس بي. أوكي، وعن طريق سم اندستريال اورجانيك، وعن طريق مواد عضويه مصنعه مذابه، وقد يكون عن طريق النبات. اذا احنا عندنا نباتات بها فيروس، او قد يكون دواء، او قد يكون كحول، او قد يكون مواد عضويه مذابه، وياخذها الشخص ويصاب بالمرض الهيباتيتس. اهم ما في الموضوع انه التعريف مالته. بوليو اللي هو شلل، بوليو اللي هو شلل الاطفال. شلل الاطفال. شلل الاطفال it is an acute viral infection، طبعا هو مرض حاد فيروسي، حاد فيروسي. إصابة هذا المرض تكون عن طريق انتشارها من شخص إلى آخر عن طريق المادة اللي هي اللعاب، وعن طريق الرذاذ اللي ينطلق من الفم والأنف. ومهم جدا إنه هاي لازم نعرفها، إنه طريقة الانتقال مادة by fecal oral routes، عن طريق الرذاذ اللي يطلع من الشخص وبي من يحكي أو يسولف، وبي الفيروس يروح هذا الفيروس مع الرذاذ إلى الشخص الهيلثي ويصيبه أيضا بالفيروس،
هنا شو يسوي؟ يسبب destroy motor neuron، إذا راح يسبب عطل أو تحطيم الجهاز العصبي الحركي. هذه كلش مهمة، انه شنو هي بعدين النتيجة مالته، انه يصيب الجهاز العصبي الحركي. لكن الحمد لله والشكر احنا عندنا للأطفال اللقاح ضد هذا المرض، فينطش الطفل هذا اللقاح وإن شاء الله ما يصاب به بعد. المياسلس الحصبة، الحصبة هي أيضا فيروس، أيضا viral disease infection عن طريق الجهاز التنفسي. إذا راح يصيب شنو؟ يصيب الجهاز التنفسي اللي هو respiratory system. caused by virus، إذا هو caused by virus، ينتشر عن طريق التنفس. إذا شخص مع شخص، وهذا مو بالأعمار الكبيرة، بدنا نحكي على الأعمار الصغيرة، بالتنفس مالتهم من شخص إلى آخر عن طريق التنفس، رذاذ من الخشم أو الأنف أو الفم، وتروح بشكل مباشر إلى الشخص الثاني، أو عن طريق الايروسول ترانسميشن، يعني عن طريق الهواء الجوي. الهواء الجوي، أوكي أوكي. نيجي على آخر شيء اللي هو الكومن فلو. الكومن فلو وهي الإنفلونزا العادية اللي احنا الكل يصاب بها، اللي هي الكومن الشائعة. هذه مهمة، مهمة تعريفها. the common flu يقول لك انطيني السبتم، بالنسبة للطالب انطيني عرف لي اياها وانطيني السبتم شنو هي اعراضها. so the common flu is common cold، هي نزلة برد وفيروس، تمام. يصيب شنو؟ يصيب الـ upper respiratory tract، يصيب القناة العلوية من الجهاز التنفسي، القناة العلوية من التنفس، اوكي زين. which affect primarily by the nose، عن طريق شون الـ يجي الإصابة تجي للتنفس؟ عن طريق الأنف. أول شيء الأنف، الأنف يتمرض، وبالتالي ورا ما الأنف يتمرض رأسا تنزل وين؟ إلى الجهاز التنفسي، يا منطقة الأبر ريسبيراتوري، الأبر المنطقة العلوية من القصبة الهوائية. هذه هنا يقوم يقحقح الشخص وخشمه يخر وتفاصيله وكل الأمور. زين شنو الأعراض؟ الأعراض أول شيء كافينج، يعني كافينج يعني السعال. sore throat يعني التهاب بالبلعوم، sore throat. أيضا التهاب، يعني sore throat يعني التهاب الحلق مع البلعوم، الحلق، وهنا السعال. running nose يعني رشح، sneezing يعني عطاس، وفيفر يعني حمى. اذا 1 2 3 4 5 هذني coughing، sore throat، running nose، sneezing and fever. هذه مهمه مع التعريف، اوكي مفهومه هاي. وبهذا انتهينا من الفصل الأول، وإن شاء الله أشوفكم بالفصل الثاني، وإلى اللقاء.